سر حثيثان يا راكبا شت قمية، زر حسينا في كربلاء العلي، فإذا لمعت نار طورا فاخلع، فثم الحظيرة القدسية. ويلي المشتاقين للزيارة. ثم اغتسل في الفرات والبس قميص الحزن وانثر دموعك الدموية، ثم امشي هونا وقصر الماشي، فبكل خطوة حجة وعمرة نبوية. هذا البيت يسوي بيك بعد. فإذا جئت الضريح فسلم. يا الله، إن شاء الله تكتب لكم زيارة بدموعكم. فإذا جئت الضريح فسلم، ثم زره الزيارة الوارثية، ثم ادعو وابكي فالدعاء مستجاب عند القبة الحائرية. هذا البيت عليكم. ثم قال حبيبي حسين، يلا عيد وياي ها. ثم قال حبيبي حبيبي نور عيني يا مهجة المختار والبتول الزكية، أنا أدعو لا تجيب وأنا بعد رفع الرأس فوق السمرية، بعد أنا أدعوك لا تجيب وأنا بعد رض الصدر بالأعوجية. وصية يلتزور حسين من توصل لعد قبره، على الشباك حط ايده والله بحرق قلبنا يا ابو علي، والله بحرق قلبي حسين. حط ايدك على الشباك وابكي واسجب العبرة، ومن توصل حرم لحسين اول اوقف ببابه. المشتاق للزيارة ينعرف من بكي. ما تريدوا تروحون بالاربعين زوار يا ولا؟ تريدوا تروحون مشاية؟ يسجلكم. من توصل حرم لحسين اول اوقف ببابه، وقبل ما تدخل استاذن وخلي الدمع سجابه، ولا تمشي يا هزاير حتى تقبل اعتابه، وتهمل دمعة الأحزان لما نقع
أبرهت نظرة يا زاير قصر الخطوات لما قبره توصله. اللي بيروح زيارة ياخذ مني هالوصية ولا ينساني إذا وصل بهالبيت هذا. ومن تمسك الشباك عني حبه قبله. جايتك الأبيات موجعة تراها. أسلم على الذبيح حسين وانت دمعك تهلا وتصور واقف انت هناك مكان الطاح عن مهره. تصور بالشمس لحسين اذا رحتون كربلاء ها طايح عالتروب خده ينادي القوم انا عطشان ويقسم بالمصطفى جدا. اقول ابو علي ويجي الى سهم المثلى ويقع على وسط كبده وعلى وجهه دماه تسيل ومن دمومه متفجره. يعذرني الحجة تعذروني أيها المؤمنون أستاذنا العزيز يعذرنا الرادون. شنو بعد ولي تالي روح للمنحى تندلون وينه وصب دموع همالة واذكر مهجة المختار يعالج موتة بحالة. أقرأ تتحملوه أيام عاشور هذه. تالي روح للمنحار وصب دموع حمالة واذكر مهجة المختار يعالج موتة بحالة. بق فوق الترب مرمي شمر داي الصدر بنعالة. اسمع اسمع ماسك شابة بإيده وبسافة يحزن أحرى. أين الصارخون؟ بعد باقي عندي بيتين اسمعهم. وطلع من ضريح حسين أريد أسمعها منكم ها. وانت ترطم على الراس تالي روح يا الزاير واقصد مشهد العباس وقل له يا القمر تدري اخيك بالخيول اندار. وهذا البيت لاخواتنا الباكيات اللي ما ذب دمعه بهذا البيت بل تذبها. لكن عاد يا الزاير لا تجرح قمر عدنان. شنو اللي جرحه؟ جاوبوني للجواب منكم. شنو اللي جرح العباس؟ يسمعها سمعها. شنو اللي جرح ابو فاضل؟ وانت ما تجرحك زينا. لكن عاد يا الزاير لا تجرح قمر عدنا وتحكي له عن زينب ضربوها بني سفيان. تدري بالعزيز عليه زينب تدخل بديوان بيا حالة حسرة وبحلقها حبار ما
الايتام تحيرك. تستاهل مني هذا البيت، الله يقضي حاجتك ان شاء الله. بيط وجهي قبال الحسين، قل له يا عباس العدا حرقه وبيوتي بيوتي بيوتي شافوا مشيتي واسمعوا صوتي.